مدينة الصويرة برصيدها التاريخي العريق وغناها الحضاري الذي راكمته عبر العصور وأيضا بعدها الروحي، تعتبر نموذجا متفردا في سمو قيم الانفتاح والتعايش بين المسلمين واليهود والمسيحيين، مما أضفى على المدينة صبغة الكونية. وبمدخل بيت الذاكرة تقدم للسلام على أمير المؤمنين السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك، الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، وأعضاء اللجنة العلمية لبيت الذاكرة، وأعضاء مكتب جمعية الصويرة موغادور، والمهندسين المكلفين بعمليات ترميم هذا المشروع، والحاخام الأكبر للمغرب السيد جوزيف إسرائيل والحاخام السيد دافيد بنتو. وبفضل ما اتسمت به من قيم الانفتاح والتسامح والسلام التي تشكل الأساس الذي ترتكز عليها المدينة العريقة، أصبحت الصويرة قلعة محصنة لتقدم عبر قرون من التاريخ المثال على مغرب السلم والتسامح والحرية وإشاعة القيم الإنسانية. وتعكس زيارة صاحب الجلالة لبيت الذاكرة بمدينة الصويرة العناية الخاصة التي يوليها أمير المؤمنين للموروث الثقافي للطائفة اليهودية المغربية. وتقع هذه المعلمة الرائعة بدرب العلج وتجسد هندسة المكان وزخرفته وبساطته معطيات حول التراث الصويري اليهودي الخالص والضارب في تاريخ الشعوب والأمم. وبهذه المناسبة أدى الفنان ميشيل أبيتان أغاني دينية، كما ألقى الحاخام الأكبر للمغرب السيد جوزيف إسرائيل كلمات المباركة التقليدية التي تتلوها الطائفة اليهودية للتضرع لله عز وجل. زي الشعر لذوني صديقي مياب أبودي خاكي عني تاني وتهلي لي شعاع أدخاكي عني تاني وتهلي لي شعاع باروخا با بشم أدوناي برخنو خمي بيت أدوناي إلى دوناي ضيا إرلان إسروحك بعبوتي مع ذكرنوت مزبيح إلي أتا ذي أوديكا إلو هاي أروم ميكا هودو لدوناي كيتوب كي لعلم هودو لدوناي كيتوب كيل عالم حاسدو. Bénédiction pour Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Hanotin tishua la melachim, umimshala la nisichim. ומלכותו מלכות כל עולמים, הפוצה את דוד עבדו מחרב רע, הנותן בים דרך ומים עזים לטבעה, הוא יברך וישמור, וינצור ויעזור וירומם, ויגדל וינשא למעלה למעלה, לאדוננו המלך שולטן מוחמד השישי, ירום הודו, מלך מדינת מרום, מלך מלכי המרחמים, ברחמיו ישמעו וחייהו. אמן. מקוד צרה ונזקי יצילהו. אמן. מלך מלכי המלכים, ברחמיו ירום, יגביה כוכב מערתו. אמן. יאריך ימים על ממלכתו. אמן. מלך מלכי המלכים, ברחמיו, ייתן בלבו בלב כל יועציו ושריו רחמנות. לעשות עמנו ועם כל אחינו בימיו ובימינו תשבשה יהודה ישכון לבטח ובא לציון וכן יהי רצון ונאמר אמן. נעמה סידי, אולי רק עמה סידי. ביי ברנעמה סידי.
Permettez, Majesté, à votre fidèle serviteur. إثر ذلك ألقى السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور كلمة بين يدي جلالة الملك أكد فيها أن زيارة جلالة الملك تؤشر لنهضة هذه المدينة التي لا طالما كانت منفتحة على باقي العالم. Séculaire millénaire qui a su protéger la très grande diversité. وأشار إلى أن هذا اليوم هو يوم تاريخي يحمل بصمة مغربنا العريق الذي تمكن من الحفاظ على التنوع الكبير الذي يعتبر الغنى المركزي لبلدنا. وأضاف السيد أزولاي أن هذا البيت هو بيت للذاكرة والتاريخ وبيث يعد بمثابة تلك البوصلة المغربية التي يحتاجها العالم اليوم، عالم يبحث عن مراجع وعالم يدير ظهره لكل القيم التي هي في الأصل قيم بلدنا بقيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. Le monde ignore ou tourne le dos à tout ce qui a fait la modernité de notre pays. لا ينسى ويقاوم النسيان ويحافظ على تراثه ومقوماته التاريخية والحضارية. وجلالة الملك من خلال هذه الزيارة كرس نهضة مدينة الصويرة التي كانت دائما منفتحة على العالم وبوابة لنقل مقومات حضارتنا إلى العالم. Le Maroc aujourd'hui dit à tous les autres, à partir de ses valeurs, l'art de tous les possibles que notre pays a su protéger, a su défendre, et sait aujourd'hui dire à une communauté de nations qui reste en quête de repères et qui serait bien inspirée de visiter cet espace. Majesté, ce jour est historique pour nous tous. Et votre majesté, par cette visite, aura scellé la renaissance de cette ville qui a toujours été tournée vers le reste du monde et qui a supporté la parole et la valeur de notre pays au-delà de tous les océans, sur tous les continents. Allahu akbar al-Sidi. Naam al-Sidi. عناية خاصة يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للموروث الثقافي للطائفة اليهودية المغربية من خلال زيارة جلالته لبيت الذاكرة. وتقع هذه المعلمة الرائعة بدرب العلج وتجسد هندسة المكان وزخرفته وبساطته معطيات حول التراث الصويري اليهودي الخالص والضارب في تاريخ الشعوب والأمم، فهي بمثابة بنية تحتية الأولى من نوعها على مستوى جنوب الحوض المتوسطي وبالعالم الإسلامي. أطلق عليها اسم بيت الذاكرة والمركز الثقافي حيم الزفراني، بنية تمكن من إبراز التاريخ اليهودي الإسلامي بمدينة الصويرة والتعايش المثالي الذي طبع هذه الحقبة والاحترام المتبادل والعيش المشترك بين سكان المدينة من مختلف الديانات. بيت الذاكرة اسم أطلق على الكنيس اليهودي سمو عطية، وتم توظيف هذه البناية التاريخية كمقر لمتحف يؤرخ لثقافة التعايش الدينية بمدينة الصويرة ومقر لمؤسسة حييم الزفراني للأبحاث والدراسات الدينية بالمغرب ومكتبة موسعة وقاعة لعرض الفنون التشكيلية وفضاء للخدمات المعلوماتية، بالإضافة إلى غرف ومرافق أخرى تكميلية موجهة لإيواء الباحثين والدارسين الوافدين إلى مدينة الرياح. زيارة صاحب الجلالة لبيت الذاكرة هي بمثابة الحفاظ على الذاكرة الجماعية وتثمين التراث الوطني بشقيه المادي واللامادي وترسيخ قيم الكونية المرتبطة بالتعايش السلمي والعيش المشترك والتسامح. ويعد بيت الذاكرة فضاء فريدا للغاية بالمغرب والعالم لارتكازه على خيار التفاعل مع عدة عوامل تستعرض العلاقات بين الإسلام واليهودية. ويأتي ترميم هذا الفضاء التاريخي والثقافي والروحي
متماشيا مع السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى حماية وصيانة التاريخ والتراث اليهودي باعتباره أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية للمملكة المغربية. تراث وتاريخ ليس مجرد حنين أو استحضار ماض بعيد، بل إنه حضارة حية تعبر عن ذاتها وتمتد إلى المستقبل من خلال الانخراط العميق في التوافق الوطني القوي بقيادة العاهل الكريم الملتزم بحماية حمى الملة والدين والمؤتمن في نفس الوقت على حرية ممارسة الشعائر لكل الديانات السماوية. مبادرة محمودة تعد ثمرة تعبئة عدد من محبي التراث اليهودي المغربي. ويعد بيت الذاكرة الذي يجعل من صلاة عطية مركز زاجدبيته مكانا للذاكرة يروي عن طريق الصور والكتب والمخطوطات تلك الملحمة الفريدة لليهودية بمدينة الصويرة وموروثها انطلاقا من العادات والتقاليد وفن الشعر اليهودي وصياغة الذهب والفضة والطرز وخياطة القفطان وصولا إلى المحلات التجارية الكبرى التي عززت إشعاع المدينة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وحتى الآن. ويحتضن هذا الصرح الروحي والتراثي الرامي إلى المحافظة على الذاكرة اليهودية المغربية وتثمينها بعد أشغال ترميمه كنيسة صلاة عطية ودار الذاكرة والتاريخ والمركز الدولي للبحث حايم الزفراني حول تاريخ العلاقات بين الديانة اليهودية والإسلامية. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله شخصيات من الطائفة اليهودية المغربية ومن العالم، عناية مولوية يوليها العاهل الكريم للطائفة اليهودية المغربية، وإرادة راسخة في المحافظة على ثراء وتنوع المكونات الروحية للمملكة وموروثها الأصيل. وباعتبار المملكة المغربية فضاءً يشع فيه السلم والطمأنينة، ما فتئ المغرب يعزز هذا المسار ويتبنى الإجراءات الهادفة إلى تشجيع التوافق والحوار والتبادل بين الديانات والثقافات والحضارات والانخراط في جميع المبادرات الخاصة بإرساء السلم عبر العالم ليكون بالتالي نموذجاً يحتذى به على الصعيد الدولي. روح الكونية والتسامح والتعايش تتجسد بشكل ملموس في مدينة الصويرة التي تستمد أصولها من تاريخ المغرب المتعدد الألفية ومن القيم الموروثة للمغاربة الحاملين لثقافة التنوع والتعايش. فمدينة الصويرة تزخر بتراث سوسيوثقافي ومعماري ثمين فضلاً عن 2500 سنة من التاريخ، الشيء الذي ترك أثراً مميزاً لا زال يشهد على غنى وعمق تاريخ العلاقة السلسة بين الإسلام واليهودية. والصويرة موغادور بذلك تعتبر فضاءً أصيلاً للتعبير الكوني، مما جعل مدينة الرياح تصنف في قائمة التراث الثقافي للإنسانية. Si par exemple quelqu'un fait un don pour quelqu'un qui jure, comment annuler son serment? Est-ce que son mari qui peut l'annuler?
الشعر لدوني صديك مياب أبود خاكي عني تاني وتهلي لي شعاع أود خاكي عني تاني وتهلي لي شعاع باروخ با بشم أدوناي ברחנו חם מבית אדוני אל אדוני ויער לן ישרו חג בעבות עם עד קרנות המזבח אלי אתה ועודקה אלוהי ארום מכה הודו לאדוני כי טוב כי לעולם הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. Bénédiction pour Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים ומלכותו מלכות כל עולמים הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה הנותן בים דרך ומים עזים לטבעה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויגדל וינשא למעלה למעלה לאדוננו המלך שולטן מוחמד השישי ירום הודו, מלך מדינת מרום, מלך מלכי המרחמים, ברחמיו ישמעו וחיהו. אמן. מקוד צרה ונזקי הצילהו. אמן. מלך מלכי המלכים, ברחמיו ירום, יגביה כוכב מערתו. אמן. יאריך ימים על ממלכתו. אמן. מלך מלכי המלכים, ברחמיו, ייתן בלבו בלב כל יועציו ושריו רחמנות, לעשות עמנו. עם כל אחינו בימיו ובימינו שבשה יהודה שכון לביתה ובא לציון וכן יהי רצון ונאמר אמן. נעמה סידי, אולי ברק עמה סידי. פרמטי מג'סטי אבות פידל סרוויטור. D'exprimer notre immense fierté, notre infini bonheur, notre gratitude à Votre Majesté. Ce jour est historique. Il porte l'empreinte de notre Maroc séculaire, millénaire, qui a su protéger la Berkamsédi. La très grande diversité qui est la richesse centrale de notre pays, Nahama Sidi. En tant que Souhiri, je suis âgé de un peu plus de 3000 ans, Laïbar Kamr Sidi, dans cette ville. Et cette maison qui est celle de la mémoire et de l'histoire, elle est aussi celle de cette boussole marocaine, Nahama Sidi, dont le monde a besoin aujourd'hui. Un monde en quête de repères. Un monde qui tourne le dos à toutes ces valeurs qui sont celles de notre pays avec le leadership de Votre Majesté. Le monde recule, le monde se fracture, le monde ignore ou tourne le dos à tout ce qui a fait la modernité de notre univers. Le Maroc, et cette maison, en est le témoignage et l'incarnation la plus profondément enracinée dans la civilisation de notre pays. Le Maroc n'oublie pas. Le Maroc résiste à l'amnésie. Et le Maroc aujourd'hui dit à tous les autres, à partir de ses valeurs, l'art de tous les possibles,
que notre pays a su protéger, a su défendre et sait aujourd'hui dire à une communauté de nations qui reste en quête de repères et qui serait bien inspirée de visiter cet espace. Majesté, ce jour est historique pour nous tous et Votre Majesté, par cette visite, aura scellé la renaissance de cette ville qui a toujours été tournée vers le reste du monde et qui a supporté la parole et la valeur de notre pays au-delà de tous les océans, sur tous les continents. Allahu Akbar, Masidi. Naam, Masidi. Donc, vous êtes inspiré d'objets.